صحيح هذا التاريخ، وبدون شك أن سنة 2021 هي من أكثر السنوات اللي ودعنا فيها أحباء وأصدقاء وحتى فنانين، وهذا بسبب فيروس كورونا اللي مازال يزهق وللأسف عديد الأرواح. وتوفى بالكورونا من الوسط الفني هذا العام مطربة الأفراح والأعراس نعيمة عبابسة، الإعلامي كريم بوسالم، سليمان بخليلي، شقيق الفنانة زكية محمد، أرملة الشاب عقيل وأم بناته، وصولاً لوالد خريج ألحان وشباب سبعة محمد جفال اللي أنهى الفيروس حياته قبل يومين فقط وغيرهم. وأصيب بفيروس كورونا كل من ياسمين بالقاسم مع والدتها وزوجها وشقيقتها وشقيقها تاني، صانع المحتوى محمد الماحي، الإعلامي هشام بوقفة، الصحفي في قناة لينا محمد سليماني وزوجته إيمان جنادي، محملانو، الممثلة أسماء محجان، مستر أبي، سميرة لوغانيز، الإعلامي يونس صابر شريف، سيتي ساز وبنته آنيا وزوجته وعديد الصحفيين في التلفزيون الجزائري، آخرهم سوريا بوعمامة وسيلة بعطيش وفريا العليلي. أما أحدث المصابين بالوباء فكانت الشابة يمينة وسلطانة الطرب العربي في العبابسة اللي أعلنت إصابتها حفيدتها من خلال ستوري حسابها على سناب شات، ووالدة الانستغراموز ياسمين عماري المعروفة بجاس دي زاد. هاد الشي اللي خلى فنانين وإعلاميين كتار يسارعوا باش يكونوا من أوائل الناس اللي تخضع للقاح، على غرار منال غربي، جدو حسان، هواري الدوفان، عبد القادر جريو، محمد خساني، بلال كباش، رضا سيتي ساز وغيرهم، في انتظار أن يرفع عنا رب العرش الكريم هذا الوباء عاجلا لا آجلا.